فرح مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي زين بالسم هلال خط الفرح مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا زين العباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا وليد هذه الليلة يا علي الأكبر ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم في هذه الليلة المباركة والعطرة ألا وهي ليلة ولادة شبيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علي الأكبر جعلنا الله وإياكم من المقتدين به سلام الله عليه أحبتي المشاهدين الحلقة الثامنة من برنامج أفراح شعبانية واختصارا للاستماع إلى خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه أنا وإياكم نرحب بضيوفنا لهذه الليلة وأبتدئ من اليمين مع شاعر أهل البيت سلام الله عليهم وخادمهم جناب الشيخ أبو طه العارضي حياك الله شيخنا وسعد الله أيامك إن شاء الله الله يحفظكم وسعد الله أيامكم وكل عام أنتم بخير إن شاء الله قبول الطاعات وقبول الأفراح وتمام شهر شعبان بالبركة والأمان وكذلك يبلغكم صيام رمضان وحج بيت الله الحرام وشفاعة محمد وآل محمد آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد شرفتنا شيخ الله يسلمك وياي أيضا من جهة هو كله يمين إن شاء الله تعالى جناب الرادود علي داهي الإبراهيمي وإن شاء الله التوفيق وأسعد الله أيامك ونرحب بك اللهم صل على محمد وآل محمد السلامة والصحة والعافية في هذا الشهر المبارك في هذه الولادات المباركة الميمونة تعود علينا وعليكم بالصحة والستر والعافية وقضاء الحوائج بباب الحوائج أبو العباس سلام الله عليه وتيامنا مع مولاي صاحب الزمان سلام الله عليه سلام الله عليه وإن شاء الله قبول الأعمال ومضي الشهر بالخير والبركة وإقبال رمضان بالصحة والعافية والسلامة لنا ولكم بحق محمد جميعا المعارف. إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد أنا اليوم حقيقة أنه أجلس فخورا بين شيبتين من شيبات الخدمة الحسينية ما أريد نكبركم لا لا بعدكم شباب بس الشيبة كل شيبة بها سالفة بالخدمة الحسينية فأريد نتعلم هاي الليلة من هاي الشيبة المباركة في طريق الخدمة راح أحسب نفسي ويا مجموعة الشباب كل الفضل الشباب احنا نريد نخدم الإمام الحسين نريد نخدم صاحب الزمان فنريد نتعلم منكم شلون نخدم أهل البيت وشلون نخدم صاحب الزمان لأن السلف الصالح هو اللي نتعلم منه حتى ناخذ من الماضي للحاضر حتى لا ننحرف عن الجادة مثل ما انحرف البعض اليوم عن جادة الخدمة الحسينية بإطار الخدمة الحسينية وإن شاء الله نتعلم منكم في هاي الليلة شيخنا الله يسلمك أبتدئ منك يا أبو طه شيخنا العزيز حتما الله. الشاعر في كل قصيدة أكو قصة لابد أكيد ما تقبل غلط. أكيد نعم حتى لو القصة مرات مو واقعية من نسج الخيال بس لازم أكو قصة ولازم أكو سالفة بس بالخدمة الحسينية وبالقصائد الحسينية ما تجي سالفة من فراغ أو من خيال نعم كلها وقائع فعلا كلها قصص واقعة وحتما إذا كاتب قصيدة للإمام الحسين فكانت بقصة ما أريد نروح لهاي القصة هسه لا الشيخ أبو طه الآن شيبة الله يحفظ بس حتما هو في زمان الشباب بدأ بطريق الخدمة أريد نعرف
الباية الأولى اللي صعدها أبو طاها بطريق الخدمة الحسينية شلون كانت؟ وشلون أخذ الحسين بإيده؟ الحمد لله رب العالمين. أولاً أسأل الله أن يوفقني على قدر الدعوة والترحيب والاستقبال الحسن من جنابكم أن أكون ملبياً في كل شيء شعراً وكلاماً. كذلك يسعدني أنا اليوم الحديث والجلوس بيناتكم. أنتم القامات اليوم، اليوم علي داهي قامة كربلائية خادم الحمام صوت الحسين. أنا أتعلم من عنده. هي مدعاة إلى الإصلاح، فإن بدأنا بالإصلاح وبدأنا خلنا نقول الخدمة الأولية، البايات الأولى خلنا نقول أو الخطوات الأولى كانت صعبة في وقت اللي كان يحكمها نظام غير نظام، الوضع غير وضيع. مجمل هذا كله ملخصة في كلمتين سيد جاسم رحمة الله على روحه، رحمة الله عليه، يقول امشي عدل ويا الحسين هو يدي لك دربك. هنا تخوف القضية، الممشي العادي يراد الحذر ويراد للتعامل. الإمام الحسين تعامل اجتماعيا، ما تعامل ويا القضية السياسية، تعامل اجتماعيا. نعم حسنت. اليوم معكوسك الاجتماعي الموجود سواء في عائلتك أو خارج عائلتك، شنو اللي تقدمه أنت؟ هي هاي الخدمة الحقيقية، ولا يعني جانب الآخر في 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 شارع عاشوراء، في محرم، في مجالس الخدمة، خدمة الأربعينية والزوار، هذا شأني آني. أما شأن الناس اللي تريده من عندي آني أكون حسيني بالتعامل. نعم تعامل. والدليل واحد، خلينا مصاب عيونه الإمام الحسين إيش قد ما بيه رحمة، لكن الإمام الحسين واحد يكون حذر من عنده. نعم. واللي اللي توصل بي أن تنزل دموع على أعدائه خلي يكون حذر من عنده بالعتب مالته. الله. أنا فد مرة سمعت أحد العلماء قال لي كلمة قبل 11 سنة 12 سنة هيك، قال لي اللي يندق بالحسين يكسر ظهره. خوفني صدق بالله، صدق خفت. يا ما يا ماكو قامات، ما يعني الأسامي معروفة عند الكل. الإمام الحسين من أنهاه عن الطريق مو لكون حتى يريد يفضحهم، لا حتى تكون شواهد إنه. وأكو ناس مو بالعين وتجي أنت بشفاعتهم تتقرب لأبا عبد الله. الله. فيختلف أكو هيجي. شو مسولف يا الحسين شيخ؟ أنا أريد سؤال في عبد الحسين مقبول. إن شاء الله تنقبل. المجال شوف أنت من تسألك شاعر وتقول له فيك خصوصية يتحول الموضوع إلى دمعة. خلي أحاول أن ما يصير هاي الدمعة. لا خلي يصير إذا بموعظة إنه. لكن هو يعني أنت طريق الإمام الحسين، إحنا نرجع نقول طريق الإمام الحسين حذر، طريق الإمام الحسين لا تتصور بي ورود بي أشواك، طريق الإمام الحسين بي ذبح بي دم. الإمام اللي يقدم علي الأكبر وهذه ليلة علي الأكبر اللي يقدم بهذا الطريق ويقول له لا نهاب الموت وقع علينا وقعنا عليه، كلام علي الأكبر إلى أبي، هذا شنو اللي تقدم أنت تجاه هاي المقولة، تجاه مقولة سيدة زينب من تقول له لا ما رأيت إلا جميلة. الله. أمام الإمام الحسين يقول هي هات منا الذلة، أمام العباس وممقرف العباس وجود الماء الذي حمله. هذن المقومات إذا تريد تحطن بينك وبين نفسك تحس أنت بين طريقين، يا أما قريب كلش الإمام الحسين يا أما بعيد. الله. ماكو ثالث. ماكو. يا أما قريب. لو صفة لو ضده أصلاً. أنت أبصر على نفسك وعلى روحك بهذا الشيء. من تروح تزور الإمام حسين تعرف حق الزيارة أنت شنو على قول الإمام رضا، عارفاً بحقه، عارفاً بحقه شنو مثلاً. يعني أنا بتعبير مو هو خو ما له تعبير هذا. عارف كون أنا أعرف نفسي قدرها من الإمام الحسين. حسن. ولا أنا ما أعرف الحسين. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنا من أعرف قدري. وأجي الإمام الحسين ذاك الوقت الله. أعرف الإمام الحسين أنا. جميل التعبير. الله هاي عندنا برواية تدري ملا أي عندنا رواية، من عرف نفسه عرف ربه، ومعرفة الإمام من معرفة الله عز وجل، لأنه هو طريق المعرفة إلى الله. فعلا. زين اللهم عرفني نفسي، شو اسمه، عرفني نفسي فإني لما عرف نفسي لما أعرف حجتك، عرفني حجتك نفسك فإن لم تعرف نفسك لما أعرف نبيك، عرفني نبيك فإن لم نعرف نبيك لما أعرف حجتك. أحسنت. اللهم عرفني حجتك
فإني لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. قضية متعلقة. نعم متسلسلة بهذا الجي. يعني أنت من تجي بأنه أنت صلاة صوم وعبادات هذا خاص بك أنت. نعم. خادم الحسين رجع نقول موضوع بأنه مجالس لطم خدمة زوار هلا بالزاير اقعد نام اكل مدري شون سهارك تعبك حربرت هذا خاص بك لكن شنو اللي أقدم المجتمعان؟ فطريق المعرفة للإمام الحسين هو معرفة النفس. أكيد. أعرف نفسي. أكيد. وأعرف أنا منو وش مقدم للحسين. أكيد هي هاي اللي. هسه نريد نسمع للحسين. السلام الله عليك. بما أنه الشاعر والرادود والخادم علامة المؤمن دخول الإمام الحسين يقول بأنه إذا دمعت عيناه قبلت الزيارة. نعم علامة إذن الدخول. أقول أغلى الجوارح بالجسم هي العين حافظ عليها وحيل نمداريها والهندفاع موظفات الكفين تدفع خطر ناول يروح عليها ومن عدها فرزن هاي ما تشبهها والتخفى بعيون الخلق قاريها وهي التساعدنا من ذكرك يا حسين نهران من الدمع كان تجريها وطلب الطلب واحد خيار من اثنين لو بيها شوفك لو أحطك بيه الله وطلب الطلب واحد خيار من اثنين لو بيها شوفك لو أحطك بيها وحقها بطلبها وأنا همو يعقوب شمت قميصك عدمنو أشريها حاول تصبرها بعطش صوم النوق التحمل سقايا الماي ما ترويها حاول تصبرها بعطش صوم النوق التحمل سقايا الماي ما ترويها واكره بياض العين لون الأفراح وهذا السواد البيها لا يقليها اكره بياض العين لون الأفراح وهذا السواد البيها لايق بيها طبع الجمر يتحايل لو مرة تريح الله وعين بمصابك من يمر يحييه الله طبع الجمر طبع الجمر يتحايل لو مرة تريح وعين بمصابك من يمر يحييها كل شي بشريط الشوف صدق ينزاح بس نظرة منك والمضت أمحيها ليش اللي يشوفك هم يريد يفتح عين الله قابل توازه وهم يريد يعميها الله الدنيا ما تسوى بقدر حافر خيل اللي مصبرنا بيها شهرك محليها ولما نحب الموت مو لجل الموت ليش شي انت بعد الموت حاضر بيها الله لما نحب الله. الموت مو لجل الموت مو لجل الموت شي انت بعد الموت حاضر بيها باقي الجوارح خاف عنها تنجدون وليش أنا بس العين مستثنيها جدمي تعذر ما وصل بوب الشام ولا جمرة من نار الخيم تشويه ولساني ما كف على غيبة وبهتان وصرت تنجبر على سالفة الأطريها وشفوفي ما لاحن شفوفك مولاي يا سيدي شا المن مخليها وشفوفي ما لاحن شفوفك مولاي يا سيدي شا المن مخليها انا اعتذر وان كان تقبلني بهاي عين المقامك من صدق راويها الله عين المقامك من صدق راويها راويها هيبه وصفنا عيوني لها با الميت والعدل شفته لهج با يبو اليمه يخمد قلبي لهي باه ذا يوم القيامة تنادي بي الله 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 أحسنت الله عليك أحسنت أحسن الله عليك طول عمرك هذا من نقول الشعر يبين لك طريق الخدمة ويبين لك شلون تخدم شلون تسولف ويا إمامك أدب الحديث مع الإمام نتعلمه مو مثل اليوم البعض مع الأسف في كتاباته الشعرية ومحشومين الحضور ومحشومين خدام الإمام الحسين الحقيقيين يعني يتنزل بل يتجاسر في بعض الأحيان في كتاباته الشعرية على الإمام المعصوم بينما الشيبة التي قضت عمرا في الخدمة الحسينية تراه يعلم الجيل الذي بعده أدب الحوار مع الإمام
فمن أدب الحوار هذا نذهب إلى الردود المؤدب الذي أيضا نتعلم منه ونستمع إلى قصته الأولى مع سيده وولي نعمته الحسين سلام الله عليه. كل أهلنا في كربلاء وأخواتنا خدام الحسين الكبار اللي هم تجاوزوا الخمسين للأربعين بما أنه إحنا شيبة عانوا كلهم بالخدمة. نعم. لكن العناء كان جميل. الله إلى طعم ركض وهروب ومصائب ويا أبو طه وعلى عوينات وخدام الحسين ملا ياهل أجمل طعم لا الخدمة هسه لو قبل قطعا بنقول إحنا مع اعتذاري إنه هذا الكلام موجود إنه كل ممنوع مرغوب له هذا ما مهمنا. كانت خدمة الحسين نار نار تخليك أنت مقاوم أنت حاط روحك بقلاص ومذر نفسك قبل الحسين. الله من يجيك واحد يقول لك عمي قول قل له معود هذا الحسين قد يكون من تلزم أو من تلزم بمكان وتتأذى ويأخذوك ألا لأن طلع عليهم أنا بهاي الشاشة أقول لهم أنا موجود وجود الله وآل بيت توين بمزابل التاريخ حتى ما عم يذكرهم يعني ما يذكرهم أصلا صح. فكان الوضع مو رهيب لا إنما أنت حتى عيالك عايفهم ممكن ساعة ساعة تأخذ لك يوم ويومين وشهر وشهرين شارد ما تدري ما تقدر لكن الطعم كان أحلى كان كنا ذايبين بالحسين احنا مو هسه نقول احنا تركنا الحسين لا حشي احساس الاخلاص هناك كان يختلف يكون اقوى الشجاعة الاندفاع انه انت تكون ثبت ركائز تحس انت مضحي صحيح. احسنت تحس بالتضحية انه اكو شباب الان اعمارهم مثلا هسه صاروا 30 يقول لي عم علي كنا نجي نوقف جوا ايدك نقول له شلون يقرا ما يخاف وما زال وذا سبحان الله صاروا رواديد الان خدام رواديد مثل ملا سمير الوائلي الله يحفظهم مثل علوائلي مثل زهير عصفور الشاعر ذولا كانوا شباب صغار او كرار حسين الكربلاء الله يحفظ ابو كميل ابو كميل فذولا كلهم نشأوا يعني ابو كميل كان صغير الله شاهد انا ما اقول الا لا 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 للطريفة يعني هم كان صغير هو لو صغيرون عمران الا شوف اسمع والنعم من اخونا ابو كميل تحياتنا الحمد لله والشكر ذيك المرحلة كلها يعني احنا نشوفه بس كبير كبير عند الله ان شاء الله بخدمة الحسين كأعمار يعني قصد انه كشباب يحضرون واذا سبحان الله النقش من الصغر نعم التعلم من الصغر التعلم من الصغر كالنقش على الحجر كبروا والان هم خدام الحسين من الاعلام ما مو يعني مو طبيعيين مندفعين حبابين مرتبين اذا التاريخ يقول انه الصعوبه تبني والبايه الاولى بالصعوبه شلون كانت البايه الاولى تعلمتها من أجيالنا السابقة سمعت أصوات وقرأت حسيت أنه عندي صوت قرأت فالباية الأولى كانت تحت ظل من هم أقدم مني بالخدمة مثل الله يرحم حمزة مثلا سنقول إحنا نسمع الله يرحم ككربلائي جاسم النويني ألف رحمة الله على الله رحمة الله على روحهم في هذه الليلة محمد حمزة محمد حمزة بعد أبو منتظر الله يرحمه الله يرحم أبو منتظر يعني ذول القامات أنا أخوتي العدمة الله يرحمهم الله يرحمه أكثر هالكربلة عرفوا فأول ما تعلمت سنجون جسامي أظنوتي آي ابني شقول عليك آي ابني المجروح خلي نوح فإذان أخذت منها الطبقة هاي فكانت الباية الأولى ترحما منهم والأساتذة اللي احنا أخذنا من عندهم الطور اللي هم أقدم من مثل سيد حسن الولجي مثل ملا باسم الله يوفقه طول عمره الله يحفظه إن شاء الله أخونا وسلسلنا والحمد لله سلم احنا قمنا هسه نمشي الحائط لأن على حكايتك الشيبة بعد ما جيلا بعد جيل نتعلم من هاي الشيبة إن شاء الله الله يوفقك شي يحب يسولف ويا الحسين ملا علي داهي الإبراهيمي يقول يا الموالي شنوف مثلك يا حسين يا حسين يا الموالي شنوف ميلاد الحسين
والوفاء موزع بين أربعة بين عباس المشكر والأكبر من نازع لو زين العباد الكريم وصاحب الآه الطويلة الناظرة يا قائم آل محمد والوفاء موزع بين أربعة جفوف جود مقطعات وسهم عين وعين تربط ضعام ظلت تتبع دور يا كاس الوفور والجليس وجود يا ليالد هنا لو طولي ويا شفايف للحبايب قبلي الليله خارج قوس يتكتر بليس اش حده اش حده الفوحة ضروا يا علي صلاة الله صلي على محمد لو عود الغصن من شجرة الزهرة وعود ماك زحف يا حسين ازورا لك وعودك انت المصطفى جدك انت المصطفى جدك وعودك وعودك ابو الكلفات والي الجعفرية يا اسلام لو لحسين ما تمدين يا اسلام يا سلام يا سلام لو لحسين ما تمدي يا سلام يا سلام قبل الذل ابو السجاد يا سلام اللي يحب حسين يوم الحشور اللي يحب حسين يوم الحشر يا سلام يا سلام يا سلام ويمر على الصرايا لبن الزكية وانهار يقول وسورة على درع النبي الهادي وسورة كم آية الإلى نزلت وسورة أهل هدم حصن خبر شالوا لو بقى أهل هدم أهل هدم حصن خبر وسورة 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 الهدم حصن خبر وسورة أبو الكلفات أبو الحملات والي والي الجعفرية صلوات الله على محمد والي محمد شيخنا شفت وين ودانا لا مو ودانا مو هو مراتك المواضيع تصير ولادة سوى دخل بأمير المؤمنين لا مو يم الشعر مو يم الكلمات حساني في كل اللي في الطور واللحن لا خادمكم ودانا بغير مكان بغير عالم ملا علي من المتمكنين بالتعامل والتنقل بالأطوار والمقام حقيقة أخذنا عالم آخر صدق عالم التراث وصدق عالم النغم الحقيقي والطور الحقيقي ومع احترامي للأخوة الرواديد جميعا لا تخجلني أسكت خادم أستاذ إبراهيم أنت هاي القضية يمكن تداحش بيه مو هي مراتك السوالف والله نطلع حين تخاف المجتمع الموجود وإلا عمي أكو إنا وقفة وأنا حقيقة يعني من منبركم هذا الطيب قول كلمتك من منبركم هذا الطيب يعني أنا أتمنى أنت لاحق أرواحنا بمحرم الجاي الله 40 الإمام الحسين اللي عبرت يعني إحنا
ما سمعنا لا جابر وصل كربلاء ولا سيدة زينب وصلت، سمعنا أكل وشرب ونام وزاير، غير هاي ماكو يوافقنا الرأي. أعتقد رادد بهاي القضية حقيقة هذا الموضوع، يعني إحنا يعني مع احترام الكرم موجود نعم، لكن صلب القضية شنو؟ أحسنت. ترى اللي صار ويا الإمام الحسين ما ما ما, ما ينحصر بزاوية معينة. هنا تجي المجالس أخذت منحة آخر وأخذت يعني ما نقدر ما أدري والله شو أسوي، بس أنا بعد طقت روحي. هلا سولف فين شيخنا؟ سولفتها خلي سولف وياك، قلبه هواي سوالف على راس. اي والله لان صدق وديتني عالم ثاني، يعني حسيت نفسي صدق قاعد اتخيل كبار الخدام قاعدين كنا ونسمع حقيقه. هاي بركات الشيخ، تقعد يمها وتستفاد وتتعلم. الهي لا تحرمني هالمجالس هاي بحق الحسين، من الكبار اتعلم منهم، لا يحرمنا جميعا، حتى يقبلني الحسين ولو شيء قليل. الله يعلي شانك يا حبيبي. شيخنا انا قمت هسه من اوصل نص الحلقه قوم اركض ركض. هي مشكلتكم انتم خلينا ساعه شاش تسوي وهنا لا لا هي ساعه والمله هنا قام مجربي ردها منها طيرها كلها. انا ما يعني لو لحق اقرا لي بيت لو جرخك انا ما له علاقه. لا مو جرخ، لا هو شغل إليه حقيقة. هو أقول لك إحنا لولاهم ما حد يسمعنا، إحنا مثل خرسان يقوم نوم بدينا. ولو ما أنتم ما يقرون كلامكم. شوف هي هاي شيء مكمل شيء، هي بركة أبو عبد الله. شيخنا في كل حلقة أقول ملح العراق وملح السوالف أبو فاضل. سلام الله عليك العباس. سلام الله عليك أبو فاضل. الحلقة كلها تصير بتشفة والقطعة الزمنية اللي بالحلقة اللي تخص أبو فاضل بتشفة ثانية. أنا من قلت ونهار لأبو فاضل ذكرت أنه خصوصي أبو فاضل فوق قبل رحت على غير قد أقول أوعل الشم بضريحك يبرى بيها العليل وروحي ضاقت يبرى بيها عليك المشت راسك يبرى بيها قضية الموت وانت تحلها لي. الله قضية الموت وانت تحلها لي. ذكرت بمناسبة أنا يعني خاف أقرأ هزوجات لكن هي أنا مو يعني مو ميدان الهزوجة، ما كاتب غير له البيت لكن مو بحلقة دائرة وكذا ومشينه لا كحديث الداولهن تسولف وياه. نعم أستطعمه أنا بهذا ويجي عن طريق موقف التسابق إن قلت بأنه الشعر لازم أن يولد، هو حدث يصير قدامك ينولد على طريقة. بالمقتل يروي بأنه لما العباس سلام الله عليه حمل ما ذكر عطش الحسين. هسه أنا قد يكون جاهل بهذا الأمر لكن مين ما أجيبه يعني هي مسافة أمتار يعني. هو لم تنت العباس سلام الله عليه فضل العباس كرو رواية إن شاء الله واصلة عندكم هي وموجودة. أحد علماء شاف حبيب المظاهر سلام الله عليه بالرؤية شافه يبكي قال له شبيك، قال له متندمين على قضية واحدة، كل اللي تشهد من عندنا يطير رسول الله مي ينشرب إلا العباس من الطمع قال ما أشرب إلا نت الحسين يلا أشربها. يقول هادنا إنت إيش تتصور يعني ما ناسي أخوك حسين حتى بهاي تتذكر، شلت الماء بس حسين ضامي وبيك هالأثر، ولأن الغيرة بيك تفور ما يلعلق متبخر وما الشاط تبخر من حطيت جفوفك بي ويلعلق بعد تهد. كذلك إطراء آخر يعني أرجو وسعة البال عند أرباب المنابر. أقول قبل قطع الكفوف وطاحت الراية لأرباب المنابر وصلوا الحجاية ثلاث ساعات مقتل ينقرب عاشور. نعم. اختصارا بالوقت كان لكم الغاية لأنه إذا يريدون يكملونه راد لك دهر كامل ما تكمل ما يدور في الطف. ثلاث ساعات مقتل ينقرب عاشور اختصارا للوقت كان لكم الغاية. فزع عباس مقصود على ذاك الماي، لا عباس رد ولا وصل ماي. فزع عباس مقصود على ذاك الماي، لا عباس رد ولا وصل. ما أدري بفاضل حد بس بهاي مدري على المنابر تجم مصاية بس هاي تنذكر ليش
ما ادري منابر، ما ادري ابو فاضل حد بس بهاي لو على لو ما ادري على المنابر تجي مصايه يوم السابع والثامن والتاسع جيش خلاهم طحين على المسناي. نعم، وهاي روايات مثبته طبعا موجوده. يوم السابع والثامن والتاسع جيش خلاهم طحين على المسنايه. ابو فاضل يهد والخيل تركب خيل، ابو فاضل يهد والخيل تركب خيل، تتراد مغدت الراح بالجايه، ابو فاضل شجاعه واعلميه الدين. ابو فاضل شجاعه واعلميه الدين، حجه على الاسلام ومرجع وايه، فقيه من الشرايع سن شريعه ماي مله، فقيه من الشرايع سن شريعه ماي، الما واصلها غيره وبيه الكفايه، وكل خوه لبن طاهر تشوف اليوم الاصل عباس بالطف ثبت الثايه. علم عباس لو بالجامعات يصير شرط، علم عباس لو بالجامعات يصير شرط يوم التخرج كلها وفاي. الله، علم عباس الله لو بالجامعات يصير شرط يوم التخرج كلها وطي كل دليل وواقع وموجود. كل عام بأربعين تزيد من الشاي. الله، وين اللي يفخر بسيفه وزاد أضيف الهيم، وين اللي يفخر بسيفه فوزاد أضيف الهم على همومه وزوده وفاي بقد وفى الدنيا، وفاي بقد وفى الدنيا وزوده لأخو يحسين، لأخو يحسين واخت الهاشمي، يقولي والله وثلث عايام من عباس، من عباس والنعم ابو فاضل، ابو فاضل تريس عالفراس الرياس، تولاها حصيد وراس دق براياس، تولاها حصد والراس دق براس، خلاها ميت لو شارد، خلاها ميت لو شارد، سدر ليها سدر ليها خذي لب يفج الفوج، عصا موسى بيمينه ومال على الروج، عصا موسى عنها الروج، غدت بس الجثث وسط المناية تفوت. غدت بس الجثث وسط المناية تفوج، خلاها روس وتطافر، خلاها روس وتطافر، خلاها نفض نهري الفرات، نفض نهر الفرات وسوى دمها شطوط، نفض هيك نفض نفض نفايا يا 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 نهر الفرات وسوى دمها شطوط، حر زلزال بيها قامت تروط، حل زلزال بيها القاع قامت تروط، امنية ما دارت وجه الموت بيها عوط، امنية
ما دارت رحاها الموت بيها يحونت. يلاقيها ما تدري منين يلاقيها، ما تدري منين يلاقيها، تولاها وفلا خلاها تبلعيج. ايه لا تولاها، يقول تولاها يا 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 تولاها وفلا خلاها تاخذ ريج. شبر صارت الوسعة وبالمناية الضيج، كان حيدر علي بوسط المعاريج. الله كان حيدر علي يا 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 علي بوسط المعارة يهيج يهيج. شو يسوي؟ يوزعونه وبسيف الموت يوزعونه وبسيف الموت. اي لف الزينب قمر هالبيت تزيد زمانت، عين دخنت عباس اخوها وشاط زينب هاي وانا يا اخي زينب هاي وانا يلف ايدي قماي يا زينب هاي زينب هاي هاي وانا يلف ايدي قماط. هو ها يا زينب ها بس دنخيني، ها يا زينب ها بس دنخيني، رفع يمنا حيدر وما يا الناس انولد حيدر جديد اللي يعلى به الراس. والنعم من ابو فاضل رفع يمنا يا 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 حيدر وما يا هالناس انولد حيدر جديد اللي يعلى به الراس. قرة عين زينب قرت عين زينب بالأخ عباس، قرت زينب والله قرت عين زينب بالأخ عباس. عباس عباس لها حيدر حيدر ثاني. الله اللهم صل على محمد. خالد عباس لها حيدر ثاني. شيخنا خذتونا صدق عالم ثاني. انا حتى متعود انه احكي ويا الرادود او الشاعر بس حقيقه من يسولف تسمع شعر صدقي وتسمع صوت صدقي يصف كان على رؤوسهم الطير. طول عمرك الله يعلي شانك يحفظكم. الله يحفظك شيخنا. كاتب لابو صالح المهدي هو الى ابو صالح هو لجمه سنين حقيقة. ليش ما تسنينا من ناحية أنه أنت متباوع ما عندنا أمل غيره؟ ونعم بالله خابت أماننا بغيره كلها. جيب كل مسميات وكل أوصاف وكل قامات علمية دينية كلها خاب ظننا بيها كلها. ما عندنا أمل بس هو هذا بقى. ما وعدت به الناس أنه هي تتبني الأمل فقط على واجهة واحدة. ونشكر الله إن شاء الله كل إحنا إن شاء الله. وبين الألم الثاني انه اكو احيانا تقصير تجاه اكو قصور، مثلا احيانا قصور خدمه، احيانا قصور معرفي، احيانا قصور عملي اعمالنا ناذي بيها. هواي امور احنا يمكن موجعين قلب صاحب الزمان بيها، واليوم خصوصا قاعد تصير، وخصوصا احنا اللي محسوبين على صاحب الزمان. انه شيعة كما تقال في بعض الروايات شيعة جعفر، اليوم شيعة المهدي. هل حقيقة حقيقة شيعة المهدي؟ هاي شوية توجع شيخنا بالقلب، يمكن تألم قلب صاحب الزمان. أريد نشوف أبو طه العاضي شو مسولف ويا صاحب الزمان. السوالف هواي، لكن أنا فد مرة بعض الشباب بهي عمل هيئات من خلص المحرم قلت له أنت اعتبر من هاي اللحظة المحرم الجاي كاميرا منصب عليك من مام مهدي او بالاحرى مام مهدي عايف العالم شو وياك شو راح تقضي حياتك. قال ما طول ساعه اموت. الله
قلت له ما تطول ساعة تموت. شاش يقول اللي يشوف بعيونه كل الضيم اللي يطلع من عندنا احنا. اقول له ميزل بيك انت الباطن تعرفه. ميزل بيك انت الباطن تعرفه. الباطن تعرفه. الفرح بينا رسم مخطوط بالشفة. نفرح بالشكل فاضح ندمع العين. ما يرهم فرح ويا الجرع الحسين. اللي مفتش عيونه بنايبات البين. ما لقى للفرح ما لقت غرب صدفة. الله ما لقى للفرح ما لقت غرب صدفة. نضحك يا ابو نضحك يا ابو صالح ضحكة مجدي. من يجهب العنده وقال له ما عندي. الله الله. نضحك يا ابو صالح ضحكة مجدي. من نجهب العده وقال لي ما عندي. جرح بينا عتيج واخضر ويدي. جرح بالقلب عن النظر يخفى. جرح بالقلب عن النظر يخفى. نعم ما تشوفه تحس ابدي. الجرح بينا ورث من الابو واجداد. لا يقبل يطيب ولا رهم الاضماد. جرح بينا ورث من الابو واجداد. لا يرهم يطيب لا يقبل يطيب ولا رهم الاضماد. الا بحاله وحده بثار وبالسجاد. بغير الثار جرح البينة ما يشفى. والله سلوتنا بدعاء الفرج والتعجيل. قوم عداك يا مولاي بينا تعيل. هي الدنيا وحده وين عنها نشيل. اي والله وين الواحد. هي الدنيا وحده وين عنها نشيل. شمات بغيابك بينا تتشفى. 1180 هاي سنين. 1180 هاي سنين. جيل الجيل سلم كلمة متانين. نعم. 1180 بوقت كتابة القصيدة. بوقتها نعم. 1180 هاي سنين. جيل الجيل سلم كلمة متانين. ادخيلك يا أبو صالح من دعاة الدين. الله أكبر. أنا عن الأطراف الأخرى. تخيلك يا ابو صالح من دعاه الدين. بالظاهر عدل بالباطن تحرفه. ما شفناك واحنا الشوق مرمرنا. ما شفناك واحنا الشوق مرمرنا. نرجى بطيف بلكة سيد تمرنا. اخاف الصوش بينا البعد اخرنا. واذا منا السبب هاي اصعب وكلفه. كلفه اذا منا السبب هاي صعب وكلفة. صفة الموزين على الزينين قاموا يعم. نعم. وذا واحد يعمر 10 لتهدم. ومكروه الصدق والناس بيه الذم. وليحكي العدل ها قد لقى حتفة. وليحكي العدل ها قد لقى حتفة. اليوم احنا في ذكرى السيد الشهيد رحمة الله روحه من دعاة الحق. والنتيجة على يد الطاغية. وحق لصاحته على حسين فوق التل. مو هين علينا الزعل من تزعل. وحق لصاحته على حسين فوق التل. مو هين علينا الزعل من تزعل. نتعناك بيتك وين ما نندل. مدرب يا سما يا قاع يا منفى. حكينا هواي ما يخلص يا ابو الغيره. وانت بغيبتك خليتنا بحيره. حكينا هواي ما يخلص يا ابو الغيره. وانت بغيبتك خليتنا بحيره. وحقك موعدك مو شحنه تاخيره. وحقك موعدك مو شحنه تاخيره. تعال شوفتك ارواح متلف. تعال شوفتك ارواح متلف. احسنت. الله يسلمك طول عمرك. طيب الله يفاسك. ايش تكتب الامام الحجة عجل الله فرجه؟ بالعافيه. ما توفي يعني لا بحديث لا بكلام لا بمقال. بالعافيه. الله يسلمك طول عمرك. الله يعلي شانك حبيبي. هنيالك وهنيان نبيك الليله. نسال الله القبول بالعافيه. الله يعلي شانكم. انا اقلكم ان شاء الله. عفوا. الله يحفظ. ملا علي داهي. سلم. طلب رسمي مطلبه منك. قصيده مو مقاطع مو هزوجات مو هوسات. قصيده كامله للامام المهدي. سلام. اريد نطلب منك هذا الشيء. كيف محضر؟ والله هن عتج. هن شحالات هن ذني. هن الملحة بهن ذني. اي والله. يقول ولا يروح حلب الجاواي من عندك ولا يروح.
انجليت ونزاحت همومه والجروح تقرا الحسين هو جرح مشكله اي والله والجروح اللي دلامه الحب شخصك واليروح تطوف بحضرتك صبح ومسيا بالعشق تأويله حلوة هاي الليلة بالعشق تأويله حلوة هاي الليلة بالعشق تأويله حلوة هاي الليلة نسخة من صورة محمد وينك بهالصورة بالحسن شالت ملامح دوخة المعمورة قطرة من وجنات يوسف والبشر مبهورة من كثر ما الله حبه كون المعمورة كون المعمورة أحلى مولد بالوجود والسماء تضويلة بالعشق تأويلة حلوة هاي الليلة كل ملوك الله تهلي حضرته بمولوده جنة الفردوس غنت الوجه انشوده آدم يحبه بجمينه واليسع بخدوده ولمسة الحب الإلهي بالنظر موجودة بالنظر موجودة ما له بالعالم مثيل بالعرش تفصيلة بالعشق تأويلة حلوة هاي الليلة هو مولد مو طبيعي مدهش بلحظات بالصوان نجوم نزلت نورت شماته من عبير الخلد فاحت على الأرض نسماته فاطمة تلقت شعاعة وحبت بوجناته حبت بوجناته شمت الراية علي ولمت الراية علي وابتسم للعيلة بالعشق تأويلة حلوة هاي الليلة حلوة هاي الليلة أريد أحكي وسالف بالدهر يا ناس من غرة الصاحب وزعين الياس يا محل الأخوة ترفع الراس والليل العالم يخدمون نحكي ما نحكي سوالف تنتهي يا صاحب الامر العظيم المعتلي هو ينظر للولاة وكل ولي بهشام بخدمته الضويله بهشام بخدمته الضويله بنص شعبان يوم حسين لمتنا او نزف اجمل تهانو يا هبيعتنا لابو صالح ولينا وبيه فرحتنا هو الليل نبارك جده وهادينا نبارك جده وهادينا نبارك جده وهادينا ونبارك جده وهادينا يقول للعراق صاحب الزمان هو شافنا وكل مصايبنا وقف ويانا ودحرناهم عبد الله ومتانين هناك يقول يظل شامخ عراق حسين بناسه او تظل رايه علينا بحضين عباس ما هم الجفوف وقطعه انفاسه ما هم الجفوف وقطعه انفاسه بالغير مشدود الرايه وبالغير مشدود الرايه وبالغير مشدود الرايه جبل يبقى العراق البي ابو الحسنين اي والله لا داعش ينسى ولا وهابين خل تسمع بغات العصر من اثنين خل تسمع بغات العصر من اثنين للمذهب أبديه بروح والمذهب أبديه بروح والمذهب أبديه بروح حتى أشوف شنو وضعنا اليوم وطن البيع للكرار ما ينداماس أفوأ
وطن البيع للكرار ما ينداس ومحروس المراقيد الحد قطعت الانفاس وحق ضلع الزكيه وغيره الاضراس يا ابو فاضل وحق ضلع الزكيه وغيره العباس خلي يحفر كل داعش قبره وخلي يحفر كل داعش قبره وخلي يحفر كل داعش قبره كل داعش قبره والنعم من اهل الغيره في العراق حسنت. اللي دافعوا عن الارض لازم نذكرهم الله يرحم الشهداء منهم ان شاء الله والحاضرين سلامتهم ووقفتهم الطيبه ان شاء الله تعالى يحفظ كل الاخوه المجاهدين ان شاء الله لولا ما كنا او نكون الاخوه المجاهدين الحقيقيين ان شاء الله لان هم باب الجهاد هم بجهاد حقيقي وجهاد غير حقيقي مثل ما الخدمه بها خادم حقيقي وخادم غير اكيد احنا خلي نكون مشاهد مشارك ويانا بهذا الموضوع وانا طلبت رجايه يعني اقول بكل محفل عهد ينقام مقرايه اقرا الفاتحه الاجلام وفايه نعم لولاهم صفت لا دنيا لا هم دين وكان ببيت داعش دقت الرايه احسنت فأنا أطلب المشاهدين بعد نهاية الحلقة وإحنا نقرأ الفاتحة شهداء العراق شهداء المذهب جميل كذلك ما يفوتنا أنه الشعبانية الأولى الثورة الشعبانية بال 91 كذلك أيامها هذه أيام 16 و 17 المؤمنين في كربلاء راحوا ضحايا كثير من هذه الانتفاضة الله يرحم كل المؤمنين والشهداء اللي قضوا في حب محمد وآل محمد لأن في الحقيقة الشهيد الحقيقي هم اكو شهيد حقيقي وشهيد غير حقيقي الشهيد الحقيقي نعم اكو شهيد من مات على حب محمد وآل محمد شيخنا شكرا ولا شكرا لحضوري بينكم ومعكم اي والله الله يسلمك من كل قلب وشكرا لحضوري معكم احنا نشكر هذه القناة ونشكركم والكادر الموجود على سعة الصدر بالحديث بالعكس انطيتم الحرية كاملة ويا ريت بانه عندنا وقت احنا جايبيكم حتى نتعلم منكم ونعلم اي والله ما نملي عليكم جايبيكم حتى تملون علينا ونستفاد منكم حكينا احنا عندنا ما والنعم منكم انما لا تهنى نريد نسولف حتى يوصلك والله نسال الله بالختام بانه الالتفاته الى الحسين ومقال الحسين احسنت الالتفات لهذا الجانب شكرا جزيلا لكما الله يحفظك الله لا يحرمنا من هاي الشيبات المباركة بحق محمد وآل محمد أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أفراح شعبانية كل الشكر والتقدير للأخوة اللي خلف الكواليس المصورين بالهندسة الصوتية الإخراج على السوشيال ميديا كلهم جميعا الأخوة مؤسسي القناة إدارة القناة إدارة المكاتب كلهم الكل مساهم حتى ولو كان بقلبه شكرا للأحبة المتابعين والمشاهدين وإن شاء الله إحنا وإياكم نكون مع صاحب الزمان في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد مثل ما متعودين أنتوا وياي في الختام ندعو سوية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه مو إحنا خاف يعجل الفرج وما نكون من أنصاره وأعوانه هاي اللي تخوف شيخنا ماكو ضمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد إلى حلقة يوم غد ألتقيكم مع خدمة الإمام الحسين وبرنامج أفراح شعبانية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت كربلاء الحسين في أمان الله وحفظه ينبس مهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلاع المولد كربلائي ينبس مهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلاع المولد كربلائي يا قلبي طاير من ضلوعي أزرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي